أعوذ بالله من الشيطان. ذات الله جل وعلا. فبمقدار نقص الإنسان الداعية العالم في العبودية سيكون النقص عندهم في إيصالهم بهذه الغاية. أسئلة حائرة. لماذا لم أؤثر في دعوتي؟ لماذا لم تستجب لي أبنائي؟ لماذا لم تطعني زوجتي؟ لماذا لم يطعني أولادي؟ لماذا تلاميذي لم يتأثروا بي؟ في خلل كبير. أين الخلل؟ السبب منا في تقصيرنا في عبادتنا. أنا منشغل بالدعوة يا شيخ، فعاملها متعدي، لذلك عبادتي وصلاتي قليلة. من قال أن الصلاة عمل قاصر؟ بل والله عمل متعدي. عندي دعوة ومحاضرات واستقبال ناس وندوات. هل أنتم أكثر انشغالا من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم تحملون مسؤولية أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يربي جيل وينشئ أمة ويبلغ رسالة؟ طيب يا شيخ، إذا تعارضت العبادات مع الدعوة والعلم؟ بالعكس، هذه العبادات هي الأساس في الدعوة إلى الله والمقوية على طاعة الله وعلى الدعوة وعلى بث العلم. العبادة الزاد الحقيقي الذي يجد الإنسان بركته مع أولاده، مع زوجته، مع تلاميذه، مع مجتمعه. صدى التقوى بالرياض تقدم. وكانوا لنا عابدين. شيخ الإسلام الذي يقول لو تركت جلسة الضحى من صلاة الفجر إلى الضحى، يقول هذه غدوتي لو تركتها لخارت طواي. عابدون شيخ عبد العزيز بن باز، وسمعنا عن عبادة الشيء العجيب، قالوا رأينا أنه ما فتت صلاة الفجر إلا مرة واحدة. عابدون شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قل كم ينام الشيخ؟ قالوا حسبنا بالدقائق كم ينام الشيخ، من 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات فقط، والباقي دروس وطواف وقراءة القرآن وزيارة للتلاميذ وللمسؤولين، يعني 20 ساعة. عابدون قالت يا شيخ إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة. فقلت ما هي يا أمة الله؟ قالت إنني تركت الوتر البارحة، فما هي كفارتي في ذلك؟ عابد يقول إن زوجتي لم تترك قيام الليل أبدا حتى ليل زواجنا، فأذنت وقامت. أثر العبادة. يقول بعد فترة من لزوم الاستغفار أنا وأولادي، فما هي إلا أن مر طريق سيفتح على هذه الأرض، فثمنت الأراضي بالملايين، أصبحنا من أكثر الناس ثراء. أثر العبادة. أصبح ابني أخذ الأول في تحفيظ القرآن على منطقته، بل إن أبنائي كلهم أصبحوا من الصالحين. النفاق. قد يقول قائل مثلا ما علاقتنا بهذا الموضوع؟ يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. مشاريع الضرار. قد يبني إنسان مشروع، يقول مشروع إسلامي ويكذب، له أهداف بعيدة، تفريق المسلمين، قواعد 4. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله له من قبل. هذه أصول شر والعياذ بالله، أي واحد منها يكفي لهدم هذا المشروع، فكيف إذا اجتمعت في مثل مسجد هذا الضرار؟ مؤتمرات الضرار ما نشارك فيها، أنها فيها هذا الهدف، أما كفر أو تفريق أو إرصاد أو حرب لله ورسوله. المنافقون تجد عبادتهم ضعيفة، تجد أن قراءتهم للقرآن ضعيفة، ستجد صلاتهم ضعيفة، بينما صاحب العبادة والسكينة والخشوع والإنابة. كانوا لنا عابدين، مجموعة حلقات في 3 أشرطة للدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع هذا الموضوع هو يتعلق بمنهجية التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كثيرا من الآباء يشتكون من عدم قدرتهم وتأثيرهم على أبنائهم، وكذلك الأمهات، وكثير من المربين نجد منهم الشكوى حول تلاميذهم، وعلى مستوى علماء الأمة ومصلحيها أيضا يتكرر الأمر. إذا رأينا أن النتائج لم تتحقق نعود إلى أنفسنا أولا، فإن وجدنا خللا أصلحناه، وإن وجدنا صواباً استمررنا فيه، وبعد ذلك تكون النتائج ليست لنا وإنما هي لله جل وعلا. ولهذا طفقت أتلمس بعض الأسباب التي كما قلت منذ أكثر من 50 أو 60 سنة والأمة من خير إلى خير ونشاط، ولكن ترى تسلط الأعداء وترى الضعف والهوان في الأمة يزداد يوماً بعد يوم. فهنا تذكرت قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن هنا العلة. ثم إن هذا الحديث الذي سأتحدث به أيها الأخوة ليس خاصاً في مجال الدعوة إلى الله أو العمل الإسلامي بعمومه، بل هو لكل واحد منا،
لكل فرد الآية هو مخاطب بهذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأب يخاطب بهذا الأمر، كل منا يسعى إلى صلاح أولاده وإلى استقامتهم وإلى أهل بيته، فيأتي السؤال: هل غير ما في نفسه حتى يتغير أبناؤه؟ هل أصلح نفسه حتى يصلح أولاده؟ الأم مخاطبة، لأنه كثيرا ما نرى شكاوى من الأمهات من عجزهن عن تقويم أبنائهن وبناتهن، فيأتي السؤال: أيها الأم، أيها المربية، هل أنت عدت إلى نفسك لإصلاحها وتقويمها؟ وإلا فأنت السبب في ذلك. وأيضا يوجه الرسالة للمربين، لأننا نجد شكوى من كثير من المربين أن هناك كثيرا من الشباب يتمردون عليهم، وقد يستمر في الحلقة سنوات ثم يتركهم، وأن هناك من الشباب قد ضعفوا، وهناك من الشباب من انحرفوا، وهناك من الشباب من فتروا. أقول هذه بعضها ظواهر طبيعية، حكمة الله البالغة، لكن أيضا لا نبحث عن الأسباب التي لا نتحملها، يجب أن نرجع إلى أنفسنا. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فمن هنا أيها الأخوة، العلاج في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، كما قرأ الإمام: من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. هنا يأتي السؤال: أين هذا نجده في كتاب الله جل وعلا؟ نجده في كل القرآن. والله يا أخوتي، لو اقتصرت اليوم فقط على ما قرأ الإمام اليوم، مع أنني ما قيدتها معي اليوم، قيدت آيات أخرى أقول لك فتنة. هزني قراءة الإمام في قصة موسى عليه السلام. انظر ماذا يقول موسى وقد بعثه الله جل وعلا لفرعون، يرجل يدعي الربوبية، ملحد ودولة ظالمة كافرة باغية. انظر ماذا يقول موسى لما قال الله جل وعلا وبين الله له أنه قد بعثه وأرسله، قال: رب اشرح لي صدري. تأملوا يا أخوة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. لماذا؟ حتى نقوض ملك فرعون؟ حتى نقوم الدولة الإسلامية؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحان الله، كل هذه المقدمات لعمل طالما غفلنا عنه. بل البعض منا يتصور أنه من أجل أن ينشغل بالعمل الدعوة وما يسمى بالعمل المتعدي ينسى قضية التسبيح والصلاة والصيام ويضعف فيها، ويعتبر هذا حجة له. وأن يجعلني أقول هذا الأمر، أنني رأيت حال كثير من المربين، ولا أعمم الحكم، ولكن أقول كثير من المربين، بل كثير من الدعاة، بل ربما من يشار له بالبنان، تعال إلى صفاته الذاتية العبادية تجد فيها ضعف. والأخطر من ذلك أنه يبرر لنفسه أنه في عمل أهم. وموسى عليه السلام بعد كل هذه المقدمات: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يأتي بهذه المقدمة وهذا الدعاء العظيم: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نعم أيها الأحبة، هذه حقائق. بل ما هي غايتنا يا أخوتي الكرام؟ غايتنا ما هي؟ أليس ترضى الله دخول الجنة؟ كلنا رجال نساء صغار كبار، هذه الغاية العظمى. قبل قليل قرأ الإمام في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من أقام الدولة الإسلامية؟ من أصلح الناس على يديه؟ لأن هذا ليس لك. قد لا تقوم دولة ولا يصلح الناس على يديك، ولا يصلح حتى أولادك، ما تدري. لكن ماذا قال الله؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سبحان الله، من كان تقيا فقط. لم يربطها بالنتائج ولا بإقامة الدولة ولا بصلاح الناس ولا صلاح الأولاد ولا الأزواج. لأن كما قلت في حلقة ماضية، يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. ولما بين الله جل وعلا قال: إنك بيناك المستهزئين، ثم بين سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون، ماذا قال؟
هاي جاهدهم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العلاج الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لاحظوا سبحان الله هذه اللفتات العجيبة في كتاب الله جل وعلا. ومن هنا أقول، وأنا أعدكم إن شاء الله أنني سألتزم بالوقت المحدد، لا أزيد، أقصى مدة هي ثلث ساعة، مع ذلك قد لا أصل إليها. فأقول وجدت في القرآن تركيز عجيب على الصفات الشخصية والذاتية للأنبياء والمصلحين، بينما لا يركز على نتائج الأعمال ولا على ما يجعل بعض الناس الأهداف الكبرى والغايات، لا، يربطهم بالحقيقة. فاعبده كما قرأ الإمام قبل قليل، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ فاعبده واصطبر لعبادته. سبحان الله. فنأتي مثلا ويوسف نوح عليه السلام، هذا الذي باك 950 سنة يدعو قومه، قال إنه كان عبدا شكورا. يمدح إبراهيم الذي وصف الله بأنه أمة، إن إبراهيم الحليم أواه منيب، صفات ذاتية مباشرة. تفقدوا هذه الصفات في أنفسكم أولا، تفقدوها في كثير من أقل من الناس، وإن كان الخير موجود في العلماء والدعاة، لكن أقول يوجد عدد كبير من الدعاة وطلاب العلم والمربين يفتقدون هذه الصفات التي نجدها من صفات وخصائص الأنبياء. يصف الله جل وعلا سليمان عليه السلام، ماذا قال؟ نعم العبد إنه أواب. هذه القصة العجيبة في قصة، نعم، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. انظروا كيف، فقط لأن هذا الخيل وهذا الخير وهذا الملك فوت صلاة واحدة فقد ردوها عليه. نعم، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، كل هذا بحها. من يفعل منا ذلك يا أخوان؟ والله ربما بعضنا لو دجاجة تفوته الصلاة ما ذبحها. وهذا يأتي لأفضل ما كان عنده في الملك من إعجابه بها وهذا الملك العظيم، فلما انتبه من إعجابه بها ونظر إليها وتمتع بها أنها قد أخرته فقط عن صلاة واحدة. سبحان الله العظيم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن الصلاة، حتى توارت بالحجاب، يعني غابت الشمس، ردوها علي، هذا هو الحل. فطفق مسحا بالسوق. ولذا قال الله جل وعلا بعد آيات نعم العبد إنه أواب. لاحظ التركيز، نعم العبد، ما قال نعم الملك أو نعم، مع أن الله جمع له بين النبوة والملك. ترى قليل من الأنبياء من جمع له بين النبوة والملك، هو وأبوه داود عليهم السلام، بل أعطاه ملكا ما لم يؤتي أحدا من العالمين، استجابة لدعوة أن الله وهب له ملك لم يؤتي أحد من العالمين أبدا. ومع ذلك انظر هذا العمل في صلاة واحدة فقط. ماذا نقول عن فتنة في رمضان؟ كم فاتنا من صلاة؟ كم نام البعض عن صلاة الفجر ولا عن صلاة العصر أو صلاة الظهر؟ كم من الناس مع كل أسف يجمع الظهر والعصر؟ كم تأتينا من الأسئلة؟ اليوم يا أحد سلي سؤالة في حقيقة رديت عليه بغضب، يقول لي شيخ أنا ما أصلي إلا بعد طلوع الشمس، فهل يتأثر صيامي؟ قل سبحان الله، كذا والله بدأت سبحان الله، ما سألت عن الصلاة، راح تسأل عن الصيام. يقول أنا ما أصلي بعد طلوع الشمس، فهل هذا يؤثر على صيامي؟ ما عنده مشكلة في الصلاة، المشكلة عنده في الصيام. انظروا الخلل الناقص، انظروا الفهم الخاطئ. فعندنا خلل في مفاهيمنا، وهذا صلاة واحدة ومع ذلك يعود على ملكه كله مما يتعلق بهذا الخير أقصد، ويذبح هذه الخير في سبيل الله جل وعلا. صفات الأنبياء نجد لما أيضا ابتلى الله جل وعلا أيوب، قال له أيضا نعم العبد إنه أواب لصفاته وصبره وتضحيته. نجد صفات إنا نراك من المحسنين. فالصفات الذاتية مما لفت أيضا مما نجد في نفس السياق قصة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به الوحي وذهب يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، خديجة رضي الله عنها وإلى الآن ترى ما عرفت الإسلام، فقال إني قالت نابك، قال زملوني غطوني، يحس ببرد وخوف لأنه رأى الملك ولأول مرة يراه. فقالت له قالت ماذا بك؟ قال رأيت كذا وكذا، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. انظر هذا القسم العجيب جدا، يعني والله لا ينصرنك الله. طيب لماذا؟ ما هي مبررات هذا القسم؟
يا أم المؤمنين؟ فقالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. كلمات عجيبة، كلا، اطمئن. ثم بشرته، ثم أقسمت يمينا مغلظا: لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ ما هو دليلك؟ عندك وحي؟ قالت: أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نائب الحق، صفات كلها ذاتية. ما قالت لأنك ذكي ولا لأنك شجاع، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكرت الصفات المباشرة: هذا رجل هذه صفاته، والله لا يخزيها الله أبدا، وسينتصر انتصارا عظيما. هذا المعنى. إذن هذه دلالة في أننا إذا أردنا أن نغير واقع الأمة أن نكون بمثل هذه الصفات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. صفات عباد الرحمن، سبحان الله، مما يلفت النظر لها لما ذكر صفات عباد الرحمن: أولا، كل صفات ذاتية مباشرة، اقرأوها في سورة الفرقان. لكن آخر آية فيها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني الإمامة والانتصار نتيجة للصفات السابقة، نتيجة للصفات السابقة التي ذكر الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا، حتى الصفات اللي بعض الناس ما يلتفت لها، بعض الناس يتصور حتى المشي له تأثير في صفات عباد الرحمن. نعم، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويبدأ كل آيات مباشرة ذاتية يا أخوان، كلها ذاتية، صفات فردية، ويختمها: واجعلنا للمتقين إماما. يعني إذا حققتم كل هذه الصفات السابقة، أبشروا بالإمامة، أبشروا بالنصر، أبشروا بالقبول، أبشروا بصلاح الذرية. لأن آخر آية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بل وجدت في سورة الفتح لفتة عجيبة، يقول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كأن السائل يسأل يقول: ما سر هذا الانتصار وهذا الفتح المبين وظهور الدين؟ قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تريدون يعني النصر؟ تريدون الفتح؟ تريدون ظهور الدين؟ هذه الصفات. بينما البعض منا اعتبر أن هذه الغاية وهي ظهور الدين والفتح والنصر يشغل عن هذه الصفات. يا أخي، الدين من آخر ما يقرأ القرآن إلا ربما في رمضان، وإذا قرأ القرآن قد لا يتدبر، تجد صلاة الله أعلم ماذا فيها. بينما العكس هو الصحيح، هذه الصفات الذاتية هي التي أدت إلى النتيجة التي أشار الله جل وعلا عليها. إذن أيها الأخوة، فنجد في هذا المعنى الوصفات الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني الطراد في القرآن من أول إلى آخر على التركيز على البناء الفردي. البناء الفردي بعده ينتج نتائج عجيبة، يحدث صلاح الأولاد. ولذلك أمس كما سمعنا في سورة الكهف ماذا قال الله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما أكمل وكان أبوهما صالحا. شفت؟ ما قال كان أبوهما قائدا أو كان أبوهما إماما أو كان أبوهما، كان أبوهما صالحا. فلحقت هذه صلاح الأولاد، حتى قال بعض المفسرين أن هذين الغلامين وأما الجدار فكان هما السابع من أولاد، يعني سابع ولد، يعني ليس الأب المباشر. هذا قول على كل حال، ولذلك يقولون صلاح الأب يدرك السابع من ولده. مجرد صلاح، الصلاح ليس بالأمر السهل، الصلاح هو التقوى. نعم، الصلاح هو التقوى، هو الإيمان، هو الخشوع، هو الإنابة. نعم، آيات قرأ الإمام قبل قليل بسبب أنه رانت الذنوب على قلوبنا ما نتأثر، ما نبكي. فأقول أيها الأخوة، هذا ما أحببت أن أبدأ به هذا اليوم، وأواصل إن شاء الله في الغد وغيره. إن بناء الفرد هو المنهج الذي ركز عليه الكتاب والسنة، وهو الذي بعد ذلك حدثت بعده العجائب من انتصار هذا الدين على أيدي الأنبياء وعلى يد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستكون الوقفة غدا الواقع الذي نعيشه الآن، انشغال بعض طلاب العلم، بعض الدعاة، بعض المربين عن العبادة، عن الصلاة، عن التقوى. اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة بحجة أنهم مشغولون بما هو أهم. ما هو الأهم؟ ما هو الأهم؟
يوضح ذلك بهذه الكلمة. يقول أحد الأخوان: كنا في أفغانستان وجلسنا نتحدث في موضوع عن الجهاد، فقلنا: يا أخوان، الساعة 11 من الليل ما صلينا العشاء. قال واحد منهم، أنا لا أذكر أسماء، أكبرهم سناً وعلماً، قال: يا أخي، مشغولين بما هو أهم. مشغولين بما هو أهم؟ بما هو أهم من الصلاة؟ هنا الخلل. غداً إن شاء الله أوضح هذا المعنى. نواصل مع هذا الموضوع الذي بدأناه بالأمس، وهو يتعلق بمنهجية التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدعونا، قلت، نتلمس الداء ونبحث عن الدواء وعن العلاج، مع أن الدواء موجود في كتاب الله جل وعلا. وقد ذكرت بالأمس منهج القرآن في هذه القضية، ولكن مرت اليوم بعض الآيات مما يزيد من تأكيد الموضوع. لاحظوا، الموضوع يتعلق أيها الأحبة كيف يكون التغيير في النفس وفي البيت وفي الأسرة وفي المجتمع وفي المدرسة وفي الأمة كلها. ما هي أساسيات التغيير؟ أقول: نحن نتحدث عن الأصل والقاعدة، هو أن ينطلق من نفس قوية. ألم نسمع قبل قليل إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ثم بدأ يذكر الاستخلاف والتمكين، لكن بعد ماذا؟ وعد من؟ وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يكتفي بالإيمان فقط، بل ركز على عمل الصالحات. ولهذا فهذا منهج مضطرد. إذا أخي أعياك الأمر في أمر من أمور الدين والدعوة إلى الله جل وعلا، فارجع إلى نفسك، حاسب نفسك، لعلك قصرت، لعل عبادتك لم تكن على المستوى المطلوب. هذه هي المنهجية. ولذلك ننتقل مرة أخرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيوحى إليه، هيأه لذلك، فكان يجلس في غار حراء الأشهر، يذهب شهراً ويتزود ويجلس يتحنث يتعبد، هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله هيأه لذلك. كل هذا وقد استمر على ذلك مدة طويلة، تهيئة لتحمل الأمر الثقيل. ومع ذلك، مع هذه التهيئة، لما نزل الأمر وجاءه جبريل، ذهب وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، كما ذكرت الأمر. هذه الحقيقة. ومع ذلك، ماذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه؟ نجد عبادته صلى الله عليه وسلم حتى بعد هجرته وبعد فتح مكة، نجده يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، وتسأله عائشة وتقول: وقد كيف تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أو كما قالت رضي الله عنها، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا وهو مغفور له، لكنه يعرف أن الأمانة ثقيلة وأنها تحتاج إلى هذا الزاد. وإلى ذلك أيها الأحبة، قيام الليل على الأنبياء واجب، مع أنه لو كان لأحد عذر لعذرهم لكثرة مشاغلهم وجهادهم ومجاهدتهم، ولكن العكس هو الصحيح، أنه نظرا لكثرة جهادهم ولأهميتهم في التغيير ومن أجل أن يكونوا مؤثرين، كان قيام الليل واجبا بالنسبة لهم. بينما كما قلت، نجد من واقعنا أننا نتعلل بالتخلف حتى عن بعض الفرائض بحجة الاشتغال بالدعوة أو التربية أو غير ذلك مما يرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه الأمر، قال: يا بلال، أرحنا بالصلاة. وكان يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأخوة، الأصل الذي تنطلق منه الأعمال هي هذه العبادات التي بعض الناس قد لا يعطيها مكانتها، ربما يعطيها بعض الشيء في رمضان أو في العشر الأواخر، لكن انظر إلى حياتي ومحافظتي على صلاتي وعبادته. يقول أحد السلف: صليت 40 سنة، والله ما صليت خلف ظهر إنسان قط إلا الإمام، يعني في الصف الأول 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام. هكذا كانوا. بلال رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أرجى عمل عملته؟ أرجى عمل يعني، هل قال تعذيبي في مكة؟ هل قال هجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها عظيمة جدا لا شك في ذلك؟ قال: أنني ما توضأت وضوء إلا صليت ما كتب لي.
لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رآه في الجنة صلى الله عليه وسلم. ما قال أرجع عمل عندي أنني كنت أعذب وصبرت أو أنني هاجرت معك. مع عظم هذه الأمور ذكر مسألة يسيرة في رأي كثير من الناس وهي عظيمة، أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى ما كتب له. هذه معاني تغيب عن بالنا. والرجل الذي دخل مع الباب 3 مرات يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 مرات، ويخرج الرجل نفسه، فتبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو شاب صغير، فذهب معه وجلس عنده يقول: فما رأيت عنده يعني شيء يختلف عن الصحابة. فسألته قلت: النبي صلى الله عليه وسلم شهد لك 3 مرات، ما السر في ذلك؟ قال: هو ما رأيت ابن أخي إلا أنني إذا تقلبت ذكرت الله جل وعلا في فراشي. ثم قال: أنني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. انظروا لأهمية أعمال القلوب. ولك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. استثناه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لعمل قد لا يراه البعض مهم. بمعنى كلنا نهتم بملابسنا، أعتقد أن ما في أحد منا جاء لهذا الصلاة اليوم إلا نظر إلى ملابسه، وهذا طيب ومشروع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن أهم منه تطهير القلوب. هل نحن فعلا نعتني بقلوبنا أيها الأحبة كما نعتني بملابسنا؟ هل الآن والله لو قيل لأحد لما أراد يخرج الصلاة في ثوبك أذى، أو ليس أذى أقصد نجاسة، لا، لو نقول حبر صب عليه ربما يتخلف عن الصلاة لو ما عنده ثوب، لكن هل تفقد قلبه؟ هل تفقد قلبه؟ هل في غل؟ هل في حقد؟ هل بينه وبين أحد إخوانه عداوة؟ هل هو يحمل في نفسه على أخيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر لكل عبد في كل يوم 2 وخميس لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين، يعني بينهما شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. عمل قلبي فقط، يعني ما ترفع أعمالهم حتى في رمضان والعياذ بالله. ليش؟ ينفي قلبه على أخيه. ولذلك أهم من أن ننظف ملابسنا وهذا مشروع، أهم منها أن ننظف قلوبنا. هل فيها غل؟ هل فيها حقد؟ هل نحن الآن في قلوبنا على أحد من إخواننا، من جيراننا، من المسلمين؟ بهذا تنجح ويبارك في الأعمال. والعبرة ليست بالكثرة أيها الأخوة، أنتم كل منا يدرك هذا، يجد أحيانا معه في جيبه مبلغ ليس بالكثير من المال ويبارك الله فيه، قد يجلس معه أسبوع أسبوعين، وأحيانا يضع في جيبه المبلغ الكثير ويفاجئ بأنه ذهب. أحيانا ليس لكثرة ما اشترى، لكن لقلة البركة فيه. البركة أيها الأخوة كذلك الأعمال. ثم ليست العبرة بكثرة العمل، إنما بالأساس. هل يمكن لرجل ينفق نفقة كبيرة ودخله ضعيف، هل يمكن أن تكون نفقته أكثر من دخله؟ هذا ما يحدث. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تحدث الديون والخسارة وغير ذلك. أغلب الناس إلا إذا كان كأبي بكر رضي الله عنه لا ينفق إلا جزء من دخله، وكثير من الناس لا يدفع حتى الزكاة، لكن إذن دائما ما يخرج أقل مما يبقى. الذي يبقى مثل الصلاة والعبادات، والذي يخرج هو العمل. إذا كما كان هناك عمل أساس يرجع إليه الإنسان، كيف يدعو؟ أو يقول: لماذا لم أؤثر في دعوتي؟ لماذا لم أستجب لأبنائي؟ لماذا لم تطعني زوجتي؟ لماذا المرأة تقول: لماذا لم يطعني أولادي؟ تفقد نفسك. المربي يقول: لماذا تلاميذي لم يتأثروا بي؟ انظر إلى معاملتك، انظر إلى صلاتك، إلى عبادتك. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى الضحى، فسئل عن ذلك لا يتركها أبدا، قال: هذه غدوتي. هذا الرجل الإمام الجبل الذي ما أعرف أحد يطلق عليه إذا أطلق كلمة شيخ الإسلام إلا تنصرف له. يعني من ابن القيم رحمه الله قد تقول شيخ الإسلام ابن القيم أو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لكن لو قلنا سألت من هو شيخ الإسلام الكل يجيبون أنه ابن تيمية رحمه الله. هذا الرجل لأن أعماله عجيبة جدا في كل الفروع والفنون، في الجهاد والعبادة والتأليف والعلم، ومع ذلك لا يترك الجلسة بعد صلاة الفجر حتى الضحى، ويقول: هذه غدوتي، لو تركتها لخارت قواي. يعني لو تركت هذه الجلسة من صلاة الفجر إلى إشراق الشمس وتعدي الإشراق ثم صلى ما كتبه، يقول: لخارت قواي. وقد رأيت رجل سجن عدة سنوات، أكثر من 8 سنوات، موجود معاصر الآن، رأيت هذا الرجل لا يترك الجلسة بعد صلاة الفجر أبدا اقتداء من شيخ الإسلام. فيقول: من أقوى ما صبرني، وقد سجل في الدعوة إلى الله، ليس بجريمة أبدا ولا بدين ولا غيره، إنما هو داعي إلى الله جل وعلا. يقول: هذه الجلسة هي التي أمدني الله جل وعلا بها القوة، واستطاع أن يصبر سنوات
حتى خرج كما يريد هو لا كما يريد غيره. نعم، لأنه كان صاحب عبادة، صاحب ذكر، صاحب صلاة ليل، صاحب قيام، هذا هو الأصل الذي نعم عنه. الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه بعض تلاميذه وقالوا له رحمه الله إذا لم نجدك، يعني إذا مت، بس يقولنا أدبا، إذا لم نجدك لمن نذهب؟ قال اذهبوا لعبد الوهاب الوراق. فاستغربوا، تصور أنه سيحيلهم على أحد كبار العلماء، لأنهم سألوا إلى من نذهب يعني نستفتي. قالوا إنه ليس عنده كثير مسائل، يعني علمه ليس مشهور بالعلم. قال كلمة عجيبة جدا، قال إنه رجل صالح ومثله يوفق للصواب. والله عجيبة جدا من هذا الإمام، الإمام أحمد. انظر، ما قال، مع أن في زمن الإمام أحمد علماء جهابذة كبار قدوة أيضا، ومع ذلك يحيل لهذا الرجل اللي كثير الناس ما يعرفه، مع ذلك مراجعوه، قالوا إنه ليس عنده كثير مسائل، يعني ليس مشهور بالعلم. قال إنه رجل صالح ومثله يوفق للصواب، بين بعض الناس قد يكون عنده علم كثير لكن لا يوفق للصواب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. العبرة ليست بكثرة المحفوظات ولا بكثرة العلم، بل قد تكون حجة على صاحبها، ولكن بهذا القلب، بهذا الصلاح، بهذا الإيمان. ولذلك أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى مثل هذه المعاني في حياتنا مع أبنائنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، لأن هذا الخلل كما أشرت وذكرت لكم في خلل كبير. من الأسباب التي أوقعت في هذا الإشكال أنك تجد بعض الدعاة وبعض الطلاب العلم نشاطهم أكثر من عبادتهم، من أسباب الخلل أولا فعلا لم نفقه ما ورد في القرآن كما ذكرت في الأمس، وتركيز القرآن على العمل الصالح من عبادة وصلاة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يأتي الاستخلاف والتمكين وغير ذلك أثر من العمل، من الإيمان والعمل الصالح. ثانيا لم نفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ننتبه لسلف الصالح. سمعت أحد طلاب العلم يقول لو كتبت عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم، لو كتبت أو لو كتبت عن عبادتهم لألفت المجلدات، ولو كتبت عن أعمالهم الظاهرة والدعوة فتكتبها بأجزاء. وهذا هو الأصل. ما رأيكم هذا العمل؟ لو كانت القاعدة أضعف من السقف الذي يحضر المياه، وليك معروف أن لابد تكون القاعدة عندها استعداد تتحمل ما يأتي بعدها، هل هو دور أو دورين أو ثلاثة. لو تأتي المهندسين لابد يغيرون، وقلت هل هذا يتحمل إقامة ثلاثة أدوار؟ قال لا ما يتحمل، لابد من إعادة البناء إلا إذا كان مؤسس على ذلك. فكل ما كان الأسفل أو قاعدة ينطلق منه كل شيء. كذلك السلف كانت القاعدة عندهم قوية في العبادة، في الصلاة، في الخشوع، في الخضوع، في الإنابة، ثم يأتي العمل. وعملهم بالنسبة أقول جهادهم مع عظمه وأهميته هو فرع وأثر عن أعمالهم الصالحة. الخلل الثاني هو مع كل أسف مفهوم، وجدت حتى عند كثير من طلاب العلم، ولا والله نبرئ أنفسنا، هو ما يسمى بالعمل المتعدي والعمل القاصر. كيف؟ تقول الصلاة، تقول الصلاة عمل قاصر، يعني يقصد أنه مقتصر على مصلحته، على نفسك. الصيام مقتصر على نفسك. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنفقة في سبيل العمل المتعدي، هذا خطأ في الفهم. من قال أن الصلاة عمل قاصر؟ بل والله عمل متعدي. من قال أن الصيام عمل قاصر على صاحبه؟ بل عمل متعدي. فوقع الخطأ في هذا المفهوم. ولذلك لو جاء بعض الناس يسألني الآن، تأتيني الرسائل، هل أفضل أعتكف هذه العشر الأواخر أو مثلا أذهب أساعد الفقراء والمساكين أو الدعوة إلى الله؟ طبعا تختلف حال إنسان من إنسان وغيره، لكن قد يكون بالنسبة لبعض الناس الأولى أن يعتكف، خاصة إذا كان مقصر طول السنة، حتى يستطيع طول السنة يمد ذلك. النحلة الآن خذوا مثال، لأن يقولكم عدم البركة، هل كل عسل قيمة واحدة؟ في عسل 5 ريالات وفي عسل فوق 1000 ريال، وهو نحلة واحدة كله كيلو. ليش هذا 5 ريال أو 10 ريالات أو 20 ريال وهذا 1000 ريال؟ لماذا؟ يختلف نوعية الزهور التي قطف منها أو الحدائق التي قطف منها كان قوة الأثر والغلاء. فكذلك إذا كان عمل الإنسان منطلق من صلاة وعبادة ودعوة وإنابة وعمل قلب، كان أثره عظيم ونفعه عظيم. أما إذا كان مثل بعض النحل تأكل السكر وتخرجه ثم يقال عسل، ماذا يحدث بعد ذلك؟ بعض الناس يعمل أعمال كثيرة لك ما فيها بركة، ما فيها أثر، لأنه في الحقيقة لم ينتبه للأساس والقاعدة التي أشرنا إليه. إذن مفهوم العمل المتعدي والقاصر
وجدت هناك خلل حتى ببعض الفتاوى. يأتي بعض الناس يقول هل أعنى بهذا؟ قل لا، هذا عمل متعدي، أهؤلاء من العمل القاصر. من قال لك أن هذا عمل قاصر؟ العمل القاصر قد يكون استثناء، قد يكون حالات نادرة. أما العمل المتعدي أوسع مما يفهمه كثير من الناس. هذه حقيقة أيضا نحتاج إليها. حتى دعونا نحول البدهيات والمعاني إلى حسيس. لو أن واحد منا أراد الآن يقول هذا العشر المبارك يسافر إلى مكة، ومباشرة خرج الآن وقال والله مستعجلين لعلنا ندرك الغد في مكة، قال له مثلا والده يا ابني لعلنا نطلح السيارة، اذهب تفقد السيارة، تفقد الكفرات، تفقد الزيت، تفقد. قال لا والله ما عندنا وقت، مستعجلين. ما الذي يحدث؟ يمكن ما يمشي 50 كيلو إلا يوقف، خلاص تتعطل يمكن السيارة، يكون ربما يكون الهواء قليل، ربما يكون الزيت تأخر، ربما يكون فيها خلل. لكن لو تأخر نص ساعة فقط نص ساعة يتفقد السيارة ويتأكد منها، يمكن توصل بإذن الله، قد يصل إلى مكة ما يحتاج إلى أن يقف. هكذا الأعمال الظاهرة تحتاج إلى ما يمدها، تمدها الصلاة. ولذلك يقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لاحظوا، يعني هي الأساس. كما أنك قد تعتمد تتكئ على عصا أو على جدار، إذا عجزت أو ضعفت استعن بالله، استعينوا بالصبر والصلاة. إذن دعونا تعال نعالج هذا الأساس الذي أوقعنا الخلل. ولهذا ما أحوجنا إذا وقع الخلل في أعمالنا أو النقص في أعمالنا أن نتساءل أين الخلل. انظر إلى عبادة الإنسان، انظر إلى صلاحه، انظر إلى صلاته. ثم سبحان الله، كثير مما يحتج في بعض الناس وتأتيني أسئلة، إذا تعارضت العبادة مع الدعوة، مستحيل أن تتعارض، مستحيل. ليش؟ لأن أعظم من وكلت لهم الدعوة هم الأنبياء. ومع ذلك انظر إلى عبادتهم، انظر إلى إنابتهم، انظر إلى صلاتهم. بل مما يلفت النظر أن بالنسبة للأنبياء مع أن التكليف ينقطع، متى التكليف ينقطع؟ بالموت. هذا غير موضوع الجنون وغيره، ينقطع بالموت. الأنبياء يصلون حتى في قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، يعني بعد أن ماتوا. انظروا، ومع أنه انتهى تكليفه، انظر إلى أثر هذه العبادات سبحان الله بالنسبة للأنبياء، لأنها نور ووقود وزاد وليست حب. ولذلك في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول أحد الإخوان في معنى لطيف جدا في هذا الآية، إذا أردت أن تعرف هل أنت من الخاشعين أو لا، انظر إلى الصلاة في قلبك. هل أنت تتمنى الإمام يسرع ويخفف؟ فمعنى ثقيل عليك، ومعنى أنك لم تخشع. وإذا وجدت أنك تقول الله يهدي الإمام، استعجل بالصلاة. بعض الإخوان أنا سمعته جاء لأبي فهد وقد صلى، يصلي ساعة أكثر، يقول يا شيخ صلاتك خفيفة، جزاك الله خير طولي شوي. هذا فعلا الصلاة عليه خفيفة، إذن هو من الخاشعين. بينما الذي يأتي للإمام ويقول له أطلت أطلت، هذا معناه قل خشوعه. يقول أحد الأئمة، يقول عندنا واحد من الجماعة يقول أقم 7 دقائق 8 دقائق أحوال المسلمين والظروف، يقول جالي قال يا أخي تراك تطول علينا جزاك الله خير، خفف علينا تعبنا من الوقوف. يقول مرة ومرتين، يقول يوم من الأيام ونحن طالعين من المسجد مسكته قلت له، قال تفضل معي، قلت لا والله بس ودي موضوع أبحثه معك، قال تفضل. يقول دخلت معه في موضوع الأراضي نص ساعة، يقول يوم خلص قلت الآن نص ساعة ما تعبت وأنت مشغولني على لسان 7 دقائق، قال ورطتني. قلت ليش الآن تتلذذ، يمكن أن نطول معك ما عندك مشكلة، لكن الصلاة أشغلتني في 7 دقائق. معنى هذا ما عنده خشوع، لأنه لو عنده خشوع نعم حقيقة ما مل من 7 ولا 10 ولا 20 ولا 3. إذن هذا مقياس، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لتعلم هل أنت من الخاشعين. انظر مكانة الصلاة في قلبك، هل أنت تأتي فرح وإذا الإمام خفف الصلاة تأثرت وحزنت؟ نعم نحن نقول الإمام يجب أن يراعي أحوال المأمومين، لأن منهم المريض وذا الحاجة والضعيف، هذه مسألة أخرى، لكن أتكلم عني وعنك في صلاتنا وفي عبادتنا. فبهذا يكون هو الزاد الحقيقي الذي يجد الإنسان بركته مع أولاده، مع زوجته، مع تلاميذه، مع مجتمعه. ثم أيضا أقول رأينا كبار علماء، وهذا أختم به لأن الوقت انتهى، الشيخ عبد العزيز بن باز، وكم سمعتموني أكثر من هذا المثل، والله يا أخوان ونحن نعرفه وسمعنا عن عبادة الشيء العجيب، اقرأوا ما كتب عنه بعد وفاته تسمعون شيئا مذهلا. مع أن الشيخ عبد العزيز يحمل هموم الدنيا، إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك عبادته لم تتغير، لم تفته صلاة سنوات. قالوا رأينا أنه ما فتته صلاة الفجر إلا مرة واحدة. أنا يوم من الأيام كنت عنده عام 92 هجري تقريبا في المدينة،
فجئناه وعدنا أن نأتيه قبل الجمعة، فلما أذن الأول وقد وضع الشاي صب الشاي والشيخ قد انتصف كأسه، لما سمع الله أكبر وضع الكأس قال الصلاة الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله، ما قال نكمل البيالة والله الضيوف صعب نطلعهم في بيته. الشيخ ما عرف إلا أن يكون خلف الإمام في كل صلاة، كما قلت كتب عنه أنه لم تخلف صلاة الفجر. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقلت هذا مرارا قبل عدة سنوات عام 12 أو 13 كنا في مكة، فسألت طلابه الملازمين معه لأن الشيخ أحيانا يأتي وحده مع طلابه دون عائلته، قلت كم ينام الشيخ؟ قالوا حسبنا بالدقائق كم ينام الشيخ، بل كم يضع رأسه على الوسادة، الله أعلم كم ينام، من أربع ساعات، ثلاث ساعات ونصف إلى أربع ساعات فقط، والباقي دروس وطواف وقراءة القرآن وزيارة لتلاميذه وللمسؤولين، يعني 20 ساعة ما تتقطع. وعبادة العجيبة يا شيخ يطوف، نحن جربنا إذا ذهبنا ما نطوف إلا مرة واحدة، ولا يأتينا تأول، نقول والله بنوسع على المسلمين، الله أعلم صحة الكلام هذا، نبي نوسع على أنفسنا. الشيخ يطوف متى يطوف؟ قال يكون ما في ضيق، يطوف الساعة 11 ظهرا وهو صائم، هو وسع على المسلمين رحمه الله، يطوف الوقت اللي ما في أحد، لا شاف المطاف ما في أحد وشمس، وأذكر كانت حر في الصيف ذاك الوقت 1412 13 كان حر، وطول النهار يطوف الساعة 11 يوميا. سبحان الله يا أخوان، ورده يومي 20 ساعة، حتى أنه من شدة إعيائه في يوم من الأيام يحدثني من حضر درسه بعد صلاة الفجر في الحرم بالدور الثاني، يقول ألقى الدرس كما يلقيه كل يوم، يوم انتهى قال يا أخوان أنا لا أسمح أحد ينقل عني من هذا الدرس شيء. ليش يا شيخ؟ قال ألقيته وأنا نائم من الإعياء، كنا يا شيخ ما لاحظنا شيء، قال ما أسمح، اللي سجله يلغيه واللي كتب وراي لا أسمح، سأعيده الغد. يقول والله ما لاحظنا على الشيخ شيء، طبعا ما معناه نائم بمعنى نائم، لكن بين اليقظة والمنام من الإعياء والتعب، وألقى الدرس. رأيته لما انتهى درسه أذكر الساعة 7 صباحا يوم من الأيام في الدور الثاني، وصل إلى باب الملك عبد العزيز الساعة 8، ساعة كاملة فقط هذه الخطوات، الناس بجواره زحام عليه، ساعة كاملة، سبحان الله على الصبر. ومع ذلك أذكر يوم من الأيام أردت في عرفة، يوم عرفة ونحن ذاهبين لعرفة أن أحمل فراشة، والله ما طاع، أردنا أن نصب عليه الماء وتوضأ يرفض، عجيب هذا الرجل، يقول أنا ما أستطيع، لا ما أسمح أحد يخدمني. أذكر يبدأ بعد الفجر يجيب على الفتاوى إلى الظهر ما يقف إلا لحظات يتعاقب عليه عدة من القراء الأسئلة، مع القارئ الأسئلة أسهل من المجيب، يقرأ السؤال ويرتاح، ومعك يتعاقب عليه 3-4 والشيخ جالس على الكرسي يجيب، ما يرتاح إلا لحظات، إما للفطور أو راحة بسيطة، والباقي كله من صلاة الفجر إلى الظهر في ميناء. هذه هي العبادة والعمل الصالح، ما يستطيع يعمل هذا العمل لولا أن عنده قاعدة، عنده قيام ليل، عنده صلاة، عنده والله أنا أحسب والله حسيب قلب أواب، عنده خوف من الله جل وعلا، عنده إحساس مسلمين أنه ما يحمل في قلبه غل على مسلم، بهذا يصل الإنسان. يقول أحد الأخوان وأختم بها، دخلت عليه في مستشفى التخصصي قبل وفاته وطلبت منه أن يسامح المسلمين، فيقول فسامحهم إلا استثناء لا أريد أذكره، يقول فقلت يا شيخ حتى هذا الاستثناء؟ قال حتى هذا الاستثناء، بعدها توفي رحمه الله. هذه نماذج عملية، وذلك لا عندما نشكو نقول لماذا أولادنا ما يتأثروا فينا أو زوجاتنا أو طلابنا، السبب منا في تقصيرنا في عبادتنا، الفهم الخاطئ في العمل القاصر والمتعدي. فإذا عدنا إلى الله وصدقنا مع الله، غدا إن شاء الله واصل مع هذا الموضوع، فتواصلا مع الدروس التي بدأناها في بداية هذه العشر، نقف اليوم وقفة أخرى من هذه الوقفات التي تبين الخلل في فهم كثير من الناس من الآباء والأمهات والمربين وبعض طلبة العلم والدعاة فيما يتعلق بأهمية العبادة وتأثيرها على إصلاح الفرد والمجتمع. وقد بدأت بالأمس أقول ما هي الأسباب لوجود هذا المفهوم، ضعف الجوانب العبادية عند كثير من هؤلاء وأخص المربين والدعاة وبعض طلاب العلم، لماذا زهد كثير منهم بالعبادة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والنفقة بل وإصلاح القلوب. ذكرت بعض الأوهام بالأمس ما يتعلق بالخطأ في فهم العمل المتعدي والقاصر على صاحبه، وأن هذا الأمر فيه خلل كبير، وأن هذه الأعمال التي يطلقون عليها ويقولون إنها أعمال قاصرة على صاحبها كالصلاة والصدقة والاعتكاف والصيام، أن هذا الفهم خاطئ، بل هي أعمال متعدية
وهي أساس في الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي القيادة، وفي إصلاح المجتمع، وفي التربية، وفي التغيير الذي نتحدث عنه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو الأمة. أعطي مثلاً، يلحظ جانب الاعتكاف، كم نسبة الذين يعتكفون من طلاب العلم والدعاة والصالحين؟ أقصد الذين لهم أعمال متعدية، يعني من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتربية والدعوة. الحقيقة نسبة قليلة جدا، بل إنه قبل سنوات طويلة، يعني يمكن قبل 40 سنة، ما كنا نرى إلا كبار السن وبعض العوام هم الذين يعتكفون، والقليل أقول والقليل من طلاب العلم والدعاة. تأتي وتسأل هؤلاء وتقول لماذا لا تعتكفون؟ ماذا يقول الكثير منهم؟ يقول والله أنا منشغل بأعمال متعدية، أنا لدي أعمال استقبال الناس والدعوة إلى الله إلى غير ذلك. الجواب عنه بكلمة واحدة: هل أنتم أكثر انشغالا من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم تحملون مسؤولية أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يربي جيل وينشئ أمة ويبلغ رسالة؟ ومع ذلك منذ فرض الصيام سنة الثانية للهجرة وحتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف سنة واحدة. اعتكف في أول الشهر ثم في وسطه، فلما علم أن ليلة القدر في آخره اعتكف في العشر الأواخر، ما ترك مرة واحدة إلا 3 مرات. مرة تركها أين ذهب؟ في غزوة بدر. وإذا كان عند هؤلاء الدعاة مثل غزوة بدر أبدا فليتركوها. تركها لما ذهب لفتح مكة، لأنه سافر في رمضان، فتح عظيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا طبيعي أن يذهب لهذا الأمر. الثالثة لما حدث مشكلة مع زوجاته صلى الله عليه وسلم وتفاخرنا في الاعتكاف، فقال البر يرد، منافسة بين الزوجات، فقوض معتكفه صلى الله عليه وسلم وترك الاعتكاف هذه السنة وقضاه في شوال، لكن تركه في رمضان وقضاه في شوال صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا هذا الخلل؟ أنا لا أقول إن الاعتكاف واجب، بل هو سنة، لكن له تأثيرات عبادية وروحانية وأثر عملي. ومع ذلك لو كان الذين لا يعتكفون مثلا نقول نسبة قليلة، لقلنا فعلا ربما انشغلوا بأعمال استثنائية، لكن لما ترى النسبة العظمى من طلاب العلم والدعاة والمربين لا يحيون هذه السنة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتركها مرة واحدة كما قلت لكم إلا بهذه الأسباب، فهناك خلل. يتصورون أنهم مشغولون ربما بما هو أهم أو غير ذلك، وليس هناك أكثر انشغال من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذن هذا وهم من الأوهام التي يقع فيها البعض. من الأشياء التي يتصور البعض أيضا التعارض، يتصور أن الأعمال العبادية كالصلاة أو الأعمال القاصرة، أقصد قيام الليل، كأنها تتعارض مع الدعوة ومع بث العلم، وهذا غير صحيح أبدا، هذا فهم خاطئ. وليأتي من يسألنا يقول إذا تعارض هذا أو هذا، إن وقعت فهي حالات فردية، إن وقعت فهي حالات فردية استثنائية لظرف خاص، لكن لا يعمم الحكم أن هناك تعارض. بالعكس، هذه العبادات كما ذكرت بالأمس وسأذكر أمثلة اليوم، هي الأساس، هي فعلا الأساس في الدعوة إلى الله، والمقوية على طاعة الله وعلى الدعوة وعلى بث العلم، بل على الجهاد. ولذلك تلاحظون أن المجاهدين وهم أمام العدو لا يعفون، لا أقول من الصلاة، بل لا يعفون من صلاة الجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهم في مقابل العدو. وصلاة الخوف وردت بعدة حالات، في 6 حالات، يعني صلاة الجماعة نفسها ما تترك وهم مقابل العدو أثناء القتال. فدليل على أن هذه العبادات هي التي فعلا من آثارها يكون الجهاد والدعوة والعلم وغيره. فهذا الفهم الحقيقة أن هناك تعارض فهم ناقص خاطئ، سبب الزهد من كثير من الأخيار، ولا نشك إن شاء الله في خيريتهم وصلاحهم، في التساهل في هذه العبادات. ولعل الأمثلة هي التي تساعد على هذا الأمر. حاولت باختصار أن أمر على بعض العلماء الذين ظهر أثرهم من العلماء المعاصرين، لأن ذكرت لكم بالأمس بعض ما يتعلق في الأنبياء وغيرهم، وكذلك في السلف، وأضيف بالنسبة لقصص الأنبياء قصة داود عليه السلام. قد ذكرت سليمان عليه السلام، أذكر داود. أفضل الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة داود، وأفضل الصيام، طبعا مقصود النفل يعني التطوع، أفضل الصلاة في الليل، أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. ومع ذلك داود عليه السلام نبي وملك، لاحظوا، لأن أحيانا
أغلب الأنبياء ليسوا ملوك، أنبياء، إلا سليمان وداود عليه السلام وبعض الأنبياء. أما ما قليل من الأنبياء من جمع له بين النبوة والملك، داود عليه السلام جمع الله له بين النبوة والملك. تصوروا ملك يسير شؤون الدنيا، وقبل ذلك هو نبي يسير شؤون الدين والدنيا، ومع ذلك أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما شغله الملك ولا شغلته النبوة عن أن يكون صلاته هي أفضل الصلاة. ولما قال هل هناك عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم إني أطيق أكثر من ذلك، فهل هناك أفضل من ذلك؟ يعني من أن يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم ثلث الليل ثم ينام نصفه ثم يقوم سدسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من هذا. إذن هذا من أفهام الناقصة في فهم، بل ربما نستطيع نقول ونقول بالتأكيد أن هذه الصلاة وهذا الصيام الذي يفعله داود عليه السلام من النوافل هو الذي ساعده على إدارة شؤون مملكته وعلى إتمام رسالة نبوته التي رباه الله جل وعلا بها. فهذا معنى عظيم يغفل عنه كما قلت كثير من الدعاة وطلاب العلم والمربين. لكن أقول دعونا نضرب أمثلة معاصرة قريبة، لأن البعض أحيانا يأتي وهم يقول أولئك أمثلة، هؤلاء أنبياء اعتقوا وما لم نعطى، ربما يقول أولئك العصور تختلف عن عصورنا. تعالوا نضرب، وقد ضربت بالأمس بعض الأمثلة من بعض المعاصرين، ذكرت لكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن أذكر نموذج واحد فقط بالنسبة للشيخ عبد العزيز، أنه حج 52 حجة، ما ترك الحج إلا آخر سنة لما أتعبه المرض وكان عازما على الحج، السنة التي توفي بعدها في عام 19 وتوفي في محرر رقم 20 رحمه الله، مع ذلك 52 حجة. انظر إلى عمله في الحج، شيء والله إعجوبة، وقد رأيناه وشاهدناه بالعبادة والذكر وفتوى الناس، حتى أنه أحيانا وهو نائم يأتي من يوقظه من أجل أن يفتيه في مسألة، والناس عليه زحام لا يرى إلا عند الشيخ عبد العزيز، وبقي وقد بلغ عمره قرابة 90 سنة وهو لا يترك الحج. هذا عمل عظيم وليس عمر سهل. إذن ما تعارض هذا مع ذاك؟ نجد مثلا الشيخ محمد أيضا، وقد أشرت إليه، الشيخ محمد بن الهيمين رحمه الله قصصه أيضا كثيرة، كان يذهب إلى مسجده دائما ماشيا للصلاة وهو بعيد يقرأ القرآن، وراجعا معه الناس يجيب على أسئلتهم ويقضي حاجاتهم. آخر سنة في حياته رحمه الله ماذا حدث من الشيخ؟ آخر سنة أصر إلا أن يذهب، كان في المستشفى التخصصي، أصر إلا أن يذهب في رمضان إلى الحرم المكي. أنت الشيخ متعب، قال لا بد أن أذهب، فحملوه بطائرة وأضعوا له غرفة داخل الحرم، وبقي يلقي الدروس يوميا. وقد استمعت إلى بعض دروسه، وأذكر أنه حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بعد وأثناء هذا الحديث طلبت استئذان لزيارته، فاستأذنه فأذن رحمه الله، وهي آخر مرة رأيته، كان وزنه وصل إلى قرابة 25 كيلو، كان يلقي الدرس وهو على السرير على ظهره. تصوروا هذا الأمر، واستمر قبل انتهاء رمضان بليلة واحدة أصيب بإغماء، فذهبوا به إلى جدة مستشفى التخصصي، فلما أفاق قال أين أنا؟ قالوا أنت في جدة. قال أرجعوا بي للحرم. قال يا شيخ ما بقى إلا ليلة واحدة. قال تريدون أن تحرموني هذه الليلة؟ قد تكون آخر ليلة في حياتي. وفعلا آخر ليلة بالنسبة له في رمضان، لأنه بعد رمضان بأيام توفي رحمه الله. انظر إلى هذه العزيمة، ويفتي الناس حتى وهو على ظهره في الحرم، يفتي الناس بالسؤال على الهاتف بالإذاعة، وقلت لكم وزنه أقل من 30 كيلو، أبدا كما يقال جلد على عظم رحمه الله. وهذه الهمة العالية، والله رأيت الأطباء وأنا جالس انتظار دخوله الدخول عليه يخرجون ويدخلون بشكل متواصل مراقبة لحالته، وفي هذه الحالة الشديدة كان لا يترك بث العلم، لا يترك المجيء إلى الحرم، ويبقى في الحرم حتى آخر ليلة، ويرفض حتى ليلة واحدة إلا أن يرجع للحرم، ثم يرجع بعد ذلك إلى المستشفى ويتوفى بعد ذلك بأيام رحمه الله. طيب هل تعارض هذا هذه العبادات العجيبة جدا الذي قلت لكم بالأمس أنه لا يضع رأسه على الوسادة في 24 ساعة كما حدثني طلابه والمختصون به إلا 4 ساعات أو 3 ساعات ونص؟ هل تعارض مع عمله ودعوته؟ أبدا. وما قلت لكم من طوافه وقيامه وصلاته وعبادته ما تعارض أبدا. إذن هنا فهم ناقص. نجد أيضا من هذه الأمثلة السريعة، لأنني
الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله الذي توفي حدود 93 هجري كان عجيب جدا في عبادته، ويذكر عنه من العبادة في المدينة شيء عجيب جدا، وزهد في الدنيا. يقول: والله لو عرضت علي الدنيا كلها في مقابل ما معي من علم ما قبلت. حتى توفي رحمه الله كان هو خارج من الحرم المدني يسبح الله ويذكره ويقرأ القرآن حتى يصل إلى بيته. وهذا الإمام الذي تعرفون أثره في التدريس في المدينة، وكذلك كتابه أضواء البيان، هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب معروف مشهور متداول، إلى غير ذلك من كتبه، له كتب كثيرة جدا. ما تعارضت عبادته مع هذه الأعمال، وما قال أنا مشغول بالتأليف أو مشغول بالدروس أو غير ذلك. نجد أيضا من هذه الأمثلة التي تحتاج إلى وقفة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله، وكان رئيس محاكم عسير، ذهب مع الشيخ عبد الله القرعاوي، ذهب الشيخ القرعاوي إلى جيزان وهو ذهب إلى عسير، ثم بقي فيه. يذكر يا أخوان من عبادته وصلاحه وذكره إلى آخر لحظة، الذين محيطون به قبل وفاته بلحظات شهد أن لا إله إلا الله ورفع يديه السبابة ومات وهو كذلك. عبادة عجيبة. زرته أنا واثنين من المشايخ قبل وفاته بفترة، هو في التخصصي، وقلنا يا شيخ أوصنا، ثم فقط نسمع بصعوبة لأنه ما يستطيع يتكلم. نعم. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكانت هذه وصيته لنا أبدا، ما زاد عن هذه الآية. ثم رجع إلى تسبيحه وتهليله وقراءته. كان أبناؤه في تلك الحالة وهو في التخصص يقرؤون على الكتب ويشرح ويبين. بقي 10 سنوات في مرض من أشد الأمراض لا يشتكي، حتى يقول أحد ابنائه أنه يدور في فراشه أحيانا من شدة الألم كما يدور الرحى، ولا يتألم ولا يئن ولا يشتكي لأحد. استمر 10 سنوات وهو على هذه الحالة، وهو هذا الرجل المشهور الذي أسس المدارس وكان إماما في علمه وفضله، وله منزلة ومكانة عند العلماء. حتى أنه يقول أحد أبنائه، يقول ابنه علي، أنه من حين عرفت أبي وعلي من أكبر أبنائه كان يضبط الساعة على 2:30 ليلا ويصلي إلى الفجر. 2:30 ليلا بتغير شتاء أو صيف، يقول ما يغيرها. أحيانا يكون باقي على صلاة الفجر 3 ساعات أو أكثر، ثم يدرس القرآن. ولذلك رأيت عدد من أبنائه حفاظ كتاب الله جل وعلا، بل أبنائه وبناته حفاظ كتاب الله جل وعلا، مع اختلاف تخصصهم، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم متخصص في الاقتصاد ومنهم في أعمال أخرى، وتجدهم حفاظ كتاب الله جل وعلا. هذا إمام إذا ما غفل عن أبنائه، ولا غفل عن تعليم الأمة، ولا غفل عن عبادة ربه، وما انشغل بهذه عن تلك. نجد الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم، وهو ولد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي جمعه هو أبوه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه من أعظم الكتب التي صنفت وجمعت في العصر الحديث. أنا من أعظم الكتب التي نفع الله بها في العصر الحديث هو تأليف جمع الشيخ عبد الرحمن وابن محمد رحمهم الله لكتاب فتاوى شيخ الإسلام، كما تعلم 37 مجلد. ثم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن أيضا جمع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهي موجودة ومتداولة الآن، بالإضافة إلى عدد كتب من الكتب كثيرة جدا للشيخ محمد بن قاسم. سأذكر لكم بعض صفات الشيخ فيما يتعلق بعبادته، أي أنه مع هذا العلم ومع هذا الجهد بذل جهود ضخمة في جمع فتاوى شيخ الإسلام، سافر خارج المملكة. يقول حتى كان وهو إذا سافر قديم يؤذن في الطائرة حتى جمع فتاوى شيخ الإسلام من أماكن ومن مكتبات عالمية، وجلس سنوات حتى خرج كتاب الموجود ومتداول الآن. الشيخ من عبادته أنه كان يقوم الليل قبل الفجر ب3 ساعات، مضطرد قبل الفجر 3 ساعات يقوم يصلي الليل. الشيخ كان ينفق نفقه على أحد أقاربه سنوات، شهريا يعطيهم إياه حتى ظنوا أن هذا حق لهم. فيوم من الأيام بعد عدة سنوات جاءوا للشيخ قالوا: يا شيخ أنت تعطينا منذ عدة سنوات راتب ثابت. قال: نعم. قال: يبدو أنك لك عندك حق لنا، بس ما تريد تعطينا إياه، أعطنا حقنا. فقال الشيخ: ما عليكم شيء، هذا من تبرع من عندي. حتى اطمأنوا إلى أنه فعلا تبرع، سنوات ما انقطع شهريا يعطيهم الشيخ، حتى ظنوا أنه حق لهم وقف مثلا أو من أبيهم أو غير ذلك، والشيخ هو القائم عليه لانتظامه ودقته وعدم تخلفه ومن ماله الخاص. من سمات الشيخ أيضا رحمه الله أنه يقول: قلما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. نعم، بل إنه قال، ذكر أحد أولاده، وتعرفون هو والد الشيخ عبد المحسن إمام الحرم النبوي، نعم، وأبناؤه ما شاء الله أبناء مباركين، وعدد كبير من أبنائه معروفين ومشهورين،
لكن كما قلت منهم الشيخ إمام الحرم المدني، يقول أحد أولاده أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة وقد علاه الحزن والتأثر. نعم، ثم ذكر الشيخ أنه يقول ما فاتته الصلاة منذ كان عمري 6 سنوات. ذكر الشيخ مرة عن نفسه أنه لم تفته صلاة الجماعة منذ كان عمره 6 سنوات. أين نحن يا أخوان؟ معاصر، أنا قابلت الشيخ ورأينا الشيخ وما توفي إلا قريب رحمه الله، وهو خارج فيما أذكره صدمته سيارة وتوفي رحمه الله، أو كان يمشي بالشارع وتوفي. إذا معاصر، ما يقال مع عمله وجهوده. حج الشيخ محمد بن قاسم 50 سنة، 50 حجة متواصلة، 50 حجة متواصلة، مع أن الشيخ عندما مات فيما أذكر الحدود 70، قد تزيد قليلا، معناه تستطيع تقول منذ وهو ابن 20 حتى مات ما ترك الحج مرة واحدة. هذه العبادات العجيبة في يقولون أنه ما ترك قيام الليل، يقول حتى ليلة زواجه. فسأله أحد أبنائه فقال من أثر فيك بهذا؟ قال إنني وأنا شاب قرأت، نعم وعمري 17 عاما، قرأت كتابا في فضل قيام الليل فلم أدع قيام الليل حتى ليلة زواجه حتى مات. أين نحن يا أخوان؟ هذه العلال وهذه الحجج التي ندعي أنها تتعارض مع الدعوة مع العلم. هؤلاء إما نقرأ أمام، مرة من المرات صلى الفجر فبدأ يقرأ القرآن، ما دخل الإمام الخطيب إلا وقد ختم القرآن. كان يختم في كل رمضان كل 3 أيام إلا في آخر حياته فبدأ يختم كل يوم في رمضان، في آخر حياته كل يوم يختم القرآن. هذا أيضا نموذج من هذه النماذج. وآخر قصة أذكرها عنه رحمه الله أنه أصيب بسمعه في ضعف، فجاءوا له بطبيب، فكشف عليه الطبيب قال ماذا تريد؟ قال نعطيك جهاز يقوي السمع. قال لا لا ما أحتاج، كثير من كلام الناس الأولى أن لا تسمعه، كثير من كلام الناس اليوم الأولى أنك لا تسمعه، لكن أنا خائف يقول على بصري. قال لماذا؟ قال لأن لو جاء بصري صعب عليه التأليف، فهنا أخشى أتعطل، فأسأل الله أن يمدني ببصري، أما سمعي فأمره سهل لأنه لن يعطلني عن عملي. سبحان الله، هذا نماذج من هؤلاء الأخيار أيها الأخوة. ولذلك ننتقل لعالم آخر من علماء القصيم الشيخ محمد بن صالح المنصور، وقد توفي أيضا قريبا رحمه الله. كان يقوم في الليل 4 ساعات يقرأ 6 أجزاء مدة 40 سنة، وعالم شجاع. حتى أذكر يوم من الأيام أنه قام وأنكر منكر عظيم ودخل على بعض المسؤولين وأنكر وأغلظ، فيبدو أن المسؤول غضب وقال أنت يبدو مالك علاج إلا أن تسجن. كان شجاعة في الحق وبقول كلمة الحق رحمه الله. 40 سنة يقوم 4 ساعات كل يوم في صلاة الليل يقرأ 6 أجزاء مع صلاته وجهاده وعمله. يوم من الأيام تقول زوجته أنه ما قام إلا قبل الفجر بساعة، إحدى زوجاته تقول ما قام إلا قبل الفجر بساعة. لاحظوا نحن في رمضان في العشر الأواخر الله عفو عنا ما كملت ساعة في صلاتنا، وهي 10 أيام في السنة. يقول فبدأ يسترجع الشيخ وقام متأثر ويستغفر ويردد اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كان نصح الأطباء في مرض الأخير أن لا يصلي واقفا ويقوم ويصلي واقف. ومن آخر ما أذكره في هذه القصة له أنه كان في المستشفى ورفض إلا أن يصلي مع الجماعة فكان يذهب على العربية. يوم من الأيام أذن في المستشفى، وتعرفون المستشفيات إذا أذن ما يتأخر في الصلاة، ابنه كان قد انشغل عنه، هو الذي يدفعه إلى، فانتظر ابنه فخاف أن تفوت الصلاة فنزل وبدأ يحبو على يديه ورجليه حتى وصل المصلى في المستشفى. يقول حتى لا تفوت من صلاة الجماعة. فوجئوا بالشيخ بالعادة يأتي بالعربية، قال تأخر ابني فخشيت أن تفوت الصلاة، فجاء يحبو على يديه ورجليه على ركبتيه حتى وصل إلى الصلاة. قبل وفاته وهو جاي للرياض بلحظات سمعوه يكمل ختمة من ختمات القرآن ثم توفي بعدها رحمه الله. أكمل ختمة كتاب الله جل وعلا ثم توفي رحمه الله. هؤلاء أئمة أعلام أقول. وأيضا لم يترك الحج أيضا 40 سنة إلا سنة واحدة. الشيخ محمد بن منصور 40 سنة يحج، ما ترك الحج إلا مرة واحدة لما اشتد عليه المرض. أقول أيها الأخوة هذه أمثلة حقيقة عجيبة، ويطول الحديث في أمثال هؤلاء. إذن ما هي حجتنا؟ لماذا نحن متأخرون في عبادتنا؟ لماذا أستغفر الله أن البعض منا كأنه يمن على الله لو صلى العشر الأواخر أو مر أسبوع ما فاتته صلاة، وهؤلاء كما نسمع 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما فاتتهم صلاة واحدة؟ إذن
نحتاج إلى تصحيح هذه المفاهيم، وأن هذه العبادة من صلاة وقيام وصيام واعتكاف ونفقة وعمل قلوب هي التي تساعد على استمرار العمل. ولأنني في الوقت الأخير أقول لعلي أقف عند هذا الحد وأواصل غدا من بعض الأسباب التي أحدثت هذا الإشكال عند بعض الأخيار والطيبين، لا نشك في خيرهم وخيريتهم وطيبهم، لكن تساهلهم في جوانب العبادات التي هي الأصل كما ذكرت لكم هذه الأمثلة. غدا إن شاء الله أواصل مع أمثلة أو مع قواعد أخرى وأفهام أخرى سببت هذا الخلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.